وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومنها هؤلاء الأبطال المرابطون على الحدود والصغور، يحمون بلادهم ويزودون عن أوطانهم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قدم عبد تغبرت في سبيل الله حرمهما على النار. قدم عبد، أي من وقف حاميا بلاده مدافعا عنها مرابطا في سبيلها، عينان لا تمسهم النار وقدمان لا تمسهم النار. عين باتت بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وقدم عبد تغبرت في سبيل الله.